السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة وفي إطار تفاعلنا مع المجموعة من المستجدات غادي نوقفوا على ثلاثة ديال النقط. النقطة الأولى كتعلق بداك الشيء اللي داروا حكيم زياش بخصوص الصور ديال الاستقبال الملكي وصوروا مع المنتخب المغربي. النقطة الثانية كتعلق بحدث جد مهم وهو قيام وفد أمريكي بزيارة إلى الداخلة والعيون، وهذه من الأخبار اللي كتفقص خصوم حدثنا ترابيا. المسألة الثالثة كتعلق ببشرى للمغاربة وهو أخبار جد مهمة عن اكتشاف الغاز الطبيعي في المغرب. موضوع ديال حكيم زياش تر النقاش، خاصة بعد ما لاحظ الجميع لأن حكيم زياش قلع كل الصور كتعلق بالمنتخب وباستقبال الملكي للمنتخب، قلعوا من صفحه ديالو ديال الانستغرام كما كنشوفوه هنا في الخلفيه. فطبعا انا بحال هذا الشكل هذا الواحد ملي كيتخلص من واحد مجموعه من الصور، بما انه كيرفض ديك الصور، كيرفض ديك التوثيق ديالهم، كيرفض ديك الاحداث، كيرفض اي صله بينه وبين ديك الاحداث وبين اللي كيجمعهم على ديك الاحداث، فممكن شيء غادي يجي ويحذفوهم بهذا الشكل، بمعنى انه ما عوضهمش في مكان اخر، ماشي قلعهم او يعني ميزاجور ديال الصفحه وديرهم بلاصه واحده اخرى بواحد الشكل، لا تخلص منهم. هنا خلات واحد مجموعه من الناس ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور الرياضي كيفهم بانه زياش ما عنده ما يزيد عاد يجي، خاصه انه مع كثرت الاصابات اللي كتوقع، مع كثرت واحد مجموعه الاحداث اللي وقعت، فكيشوفوا على انه بلاصتو ما بقاتش في المنتخب المغربي، خاصه انه اليوم الفريق الوطني لعب في افريقيا الوسطى مقابلتين في هاد ضد فيفا، وبلاصه زياش يعني الغياب ديالو ما بانش، على اساس انه عمرها رحيمي، ورحيمي كان كيلعب جناح فوئيلي، وكان كيطلع في ديك البلاصه اشرف حكيمي، وكان واحد التناغم ما بين حكيمي وعز الدين اوناحي ورحيمي، ومتمجت اهداف، ومنتخب غلب في المقابله الاولى 5-0 والمقابله الثانيه 4-0، بمعنى انه الغياب ديال زياش ما اثرش، يعني بمعنى كاين اللي يعوض. زدنا على ذلك انه مؤخرا بدا السلوكات ديالو كتير واحد كثير من التساؤلات، خاصه في ذاك الماتش فاش خرجوا الوليد الركراكي هو ويوسف النصيري وخرجوا كيهز في يديه وبواحد الطريقه ماشي هذيك، تارت الاستياء ديال واحد المجموعه من جزء كبير من الجمهور اللي نادى بارحل. فمن تما فهم بانه زياش موقعه في المنتخب ما بقاش كما من قبل، وعاوتاني الموقف اللي وقع له مع دياز على البيلونتي ما خلاش باش يضرب دوزيام بيلونتي، زياده على التصرفات اللي كيديرها يعني كيبين بانه شي حاجه ما عنده ماشي هي هذيك. وبالتالي احنا المغاربه كنا يعني كنشجعوا اللاعبين المغاربه، كنشجعوا المنتخب المغربي، ولكن الا كانوا متواضعين، خاصه التواضع اللي كاين اليوم في هذا المنتخب، وكما قال لهم بالعمري ولاد الناس، فعلا عندنا ولاد الناس في المنتخب، اذا خصنا نبقى ولاد الناس، اما باش يجي زياش ويبقى يدير التصرفات ويبقى يدفع كبير وحتى في المشي ديالو في شكل، يعني هذيك فعلا هذيك الكاريزما ديالو، ولكن انه هذاك الشيء تترجم واحد السلوكات على انه يعني منه ما كاينش، لا وليدي عندنا منك عداد. بالاخبار اللي كتفقص الكراغيله وهو ان المغرب اليوم كيشهد واحد الزياره ديالو في امريكي رفيع المستوى، كتشكل من كبار مختلف الاحزاب الامريكيه جاو للداخلة والعيون، جاو البارح. وحسب مصادر شهادة الاطلاع ان الوفد الامريكي كيضم كل من السيد اندرو جينتر عمدة مدينة كولومبوس ورئيس مؤتمر رؤساء البلدية الامريكية كيمثل الحزب الديمقراطي بولاية اوهايو الامريكية، وكذلك الوفد الامريكي كيضم السيد جان كاستر بالحزب الديمقراطي وعمدة تامبا بولاية فلوريدا، الى جانب السيد جيم روبرت روس عمدة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.
بالإضافة إلى سيد براين بارنت بالحزب الجمهوري الأمريكي وعمدة روجستر هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية، ثم السيد المستشار الأمريكي ريك سموتكينغ إلى جانب المستشار المغربي بالسفارة المغربية بواشنطن السيد أيوب هوشم. وهذا الوفد الأمريكي عقد لقاءات ثنائية وخاصة مع منتخب السكنة المحلية لواد الذهب، وشرف واحد السلسلة من اللقاءات الهامة بين الدخلة، أبرزها لقاء خاص بولاية مع والي جهة الدخلة والذهب، وكذلك زيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع والأوراش الملكية بالمنطقة وعلى رأسها ميناء الدخلة الأطلسي. وشهدت البارح الدخلة توقيع مذكرة التفاهم حول اتفاقية توأمة وقع خلالها أندرو جينثر عمدة مدينة كولومبوس أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية مع بريد الدخلة بحضور والي الدخلة علي خليل ورئيس البلدية الراغب حرمة الله وعمداء مدن أمريكية. ومن المقرر حسب مصدر شديد الاطلاع أن جيم روس عمدة أورلينغتون الأمريكية بتوقيع غادي يوقع اتفاقية توأمة مع بلدية مدينة العيون عاصمة أقاليم جنوب المملكة بحضور السيد مولاي حمدي ولد الرشيد تحت إشراف والي العيون السيد عبد السلام بكرات. ونذكروا بأن جماعة العيون كانت وقعت في ماي السنة الماضية اتفاقية توأمة مماثلة مع مدينة هوليود الأمريكية، وقعها جورج ليفي مع عمدة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد وأعضاء عن مجلس مدينة هوليود وهم ليور كوهين، تريسي كالاري، كيفن بيدرمان، سامويل بوسكيلا وأنتوني فيرا مدير حماية المدينة. ونذكروا على أن في هذه الزيارة التقى هذا الوفد الأمريكي بوزير الخارجية المغربي ناصر بورتا في العاصمة الرباط، حيث بحثوا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين على المستوى المحلي والإقليمي. وأعرب جينثر في تصريحاته عقب اللقاء عن تقديره الكبير للتطورات الاقتصادية والتنموية اللي كانت تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، واعتبر أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعرف عن كتب على الإنجازات اللي حققها المغرب في هذه المناطق الحيوية. وطبعا كتجي هذه الزيارة ديال الوفد الأمريكي في ظل دعم أمريكي واضح وصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية، جسدت من خلال زيارة مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المغربية والتوقيع للعديد من الاتفاقيات وتطوير التجارة والتنسيق المشترك بين الرباط وواشنطن وفق رؤية مشتركة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك نزاع الصحراء المفتعل. بشرى للمغاربة، اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة. أعلنت شركة SDX Energy عن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في حوض الغرب كتقدر بحوالي 47 مليار قدم مكعب. وهذا الاكتشاف جاء بعد إجراء شركة لدراسات زلزالية موسعة كتمتد على مساحة 650 كيلومتر مربع. وفي شهر فبراير الماضي بدأت SDX مشروع لدمج 5 ديال المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد بهدف تحسين فهم هذه الاحتياطات في المنطقة. والنتائج الأولية أشارت إلى وجود دلائل قوية على وجود موارد كبيرة قابلة للاستخراج تقدر توصل حتى 47 مليار قدم مكعب. وشركة SDX كتشرف على 4 ديال التراخيص استكشاف في حوض الغرب شمال المغرب، حيث كتمتلك 75% من أسهم كل ترخيص. وكتعتبر هذا الاكتشاف إضافة كبيرة لاحتياطات الشركة خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلية. وكتخطط الشركة لاستغلال هذه الاحتياطات باستخدام تقنيات حفر متقدمة متعددة الأطراف. وأكدت هذه الشركة على أن الطلب المحلي المرتفع على الغاز المكتشف كيشجعها على المضي قدما في خطط تطوير المشروع بالتوازي مع مواصلة تحليل بيانات زلزالية لتحديد حجم الاحتياطات بدقة وتقييم المخاطر الجيولوجية المرتبطة بها. زيادتنا هذا الشيء على أخبار أخرى من شركات أخرى كتأكد اكتشافات مهمة اللي غادي تحط المغرب في مصاف الدول المصدرة أو المنتجة للغاز وكذلك حتى البترول. كنلاحظوا لأنه المغرب يتحفظ كثيرا في الإعلان عن حقيقة ما يجري في هذا المجال، لأنه هذا مرتبط بسياسة الدولة والوضع الاستراتيجي ديال المغرب وعلاقته مع الدول وعلاقته مع ملفات أخرى
وبالتالي غير مرة فاش كنسمعوا شي حاجه بحال هكا ملي كنسمعوها ما كنسمعوش التدقيق، ولكن الشيء كله مؤشر على انه الامور غاديه من حسن الى احسن.